أهلا بيكم جميع الأخوة والأخوات الموجودين معنا. أنا سعيد إني بقدم لكم المحاضرة النهاردة برعاية شركة إيكوتي جلوبال ماركت. أنا معاكم محمد جاهم، محلل ومدير محتوى في مجموعة إيكوتي. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم في المحاضرة كيفية احتراف التداول بنماذج السلوك السعري البرايس أكشن. المحاضرة دي امتداد للمحاضرة اللي قدمها الأستاذ رائد الخضر يوم الاثنين اللي فات، لو حد حضر معاه. بس دي هناخد عمليات يعني تطبيقية أكتر. ممكن كان في المحاضرة الأولى كان في شرح أكتر للنماذج المتكونة، النهاردة هناخد تطبيق أكتر وبعد التفسير أكتر. أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه السلوك سعري أو يعني إيه برايس أكشن. البرايس أكشن أو السلوك السعري هو تحليل لحركة السعر على الرسم البياني، ومن خلال الحركة دي هنقدر نتوقع اللي هيحصل في المستقبل بدون أي تدخل لأي مؤشرات أو أي طرق تحليلية أخرى. يعني في منكم اللي فاهم سوق عملات وتداول هيبقى عارف إن في طرق كتيرة جدا للتحليل. أنت تقدر من خلال فهمك للسلوك السعر اللي بيحصل إن أنت تقدر تحكم الحركة المستقبلية إيه أو المتوقع خلال الفترة القادمة إيه. ومن خلال السلوك السعر بس تقدر تكون صفقات وتقدر تحقق أرباح كويسة منها. محاضرتنا النهاردة كلها عن البرايس أكشن. هنحلل الشموع سيكولوجيتها إزاي، هندي أمثلة على النماذج اللي ممكن تشوفها في السوق، هندي أمثلة حالية لنماذج قبل كده حصلت، هنبتدي طيب معاكم النهاردة يعني ايه السلوك السعري وازاي افهم يعني سيكولوجية السلوك السعري على ان انا اقدر اتريد بيها ازاي. احنا زي ما قلنا ان هي حركة للسعر على الرسم البياني، ومن خلال الحركة دي او من خلال تحرك الشموع اليابانية احنا هنقدر نفهم اسلوب وسيكولوجية اغلاق كل شمعة. يعني هنفهم ايه المدلول اللي عايزك تبينه لك كل شمعة من دول. احنا دايما بنفضل ان لما تيجي تشتغل وعايز يعني تتوقع من خلال نماذج البرايس اكشن اننا تشتغل على الاطارات الزمنيه الكبيره نوعا ما، يعني نوعا ما من ال4 ساعات لليومي فيما اكبر، لان دايما الاطارات الزمنيه الاقل من كده زي الساعه او النص ساعه او في ناس كمان بتشتغل على ال5 دقائق ده بيبقى فيها تذبذبات كتير جدا، وده بيؤدي ان في ناس بيحصل لها خسائر كتيره جدا. احنا هنفسر حركة البرايس اكشن او فكرة الربط ما بين الاطارات الزمنية المختلفة عبارة عن بنشبهها بالتروس. طب يعني ايه التروس؟ خلينا نسأل سؤال الاول. في ناس بتقول ان سوق العملات هو سوق عشوائي، يعني مفيش حاجة بتحكمه، مفيش اطار او مفيش طريقة ممكن اقدر اتوقع بها السعر، وان حصلت مرة ممكن ما تتوقعش تاني. احنا بنقول الكلام ده مش صحيح. انت لو قدرت من خلال تفسيرك للسعر وحركة السعر والإلمام بالإطارات الزمنية المختلفة كلها، ما نهتمش ان انا هتريد او هشتغل او هتداول على مثلا فريم او الإطار الزمني للساعة، واغفل تماما ان في إطار زمني 4 ساعات ويومي هو ممكن يكون المتحرك او المحرك الاقوى للإطارات الاقل. احنا زي ما قلنا ان احنا بنشبه الطريقة دي او بطريقة الربط ما بين الاطارات زي التروس. في ترس كبير، الترس ده عشان يقدر يتحرك دورة كاملة او يتحرك دورة واحدة بس، ان التروس الاقل منه او الفريمات اللي اقل منه، الاطارات الزمنية الاقل منه هتحتاج انها تتحرك دورات زمنية اكتر، يعني هتلاقي تذبذبات اكبر. خلينا ندي مثال عشان نقدر نبين فكرة الطريقة دي ازاي. لو جينا توقعنا وليكن ان اليورو دولار احنا متوقعين انه يطلع 500 نقطة، ده بناء على تحليلي على الاطار الزمني اليومي. دي اطار حركة الزمن الكبير، يعني اليومي فيما اعلى ده اطار زمني كبير. طيب في غيري ممكن يجي يحلل النزوج ده او خلال
ان او خلال الفتره الصغيره الجايه على الفريم الساعه او النص ساعه انه هينزل. مش هنقول ده صح وده غلط، بس هنقول حاجه اكبر، ان لو المتاجر او المتداول اللي دخل صفقه لليورو دولار بهدف 500 نقطه دايما بيبقى واقف خسارته برضو كبير نوعا ما، ده الترس الكبير. لكن المتاجر او المتداول اللي هيدخل على الفريمات الاقل واللي بيستهدف وليكن 100 نقطه او 50 نقطه ممكن يحصل تراجعات خلال تداولاته قليله 20 او 30 نقطه. طيب اللي دخل بهدف 500 نقطه بالفريم الكبير هو هيلاقي تراجعات برضو بتحصل بال 100 و 150 نقطه، بس ده ممكن ما ياثرش عليه لانه تارجته او هدفه اكبر من كده. لكن تعال نشوف للتروس اكتر بالنماذج اللي احنا هنقولها قدام. انا بقول لكم يعني ببين لكم ان الموضوع مترابط ببعض، ما ينفعش طريقه واحده او ما ينفعش تحليل واحد اركز فيه واغفل باقي الفريمات او باقي الطرق، انا لازم اربط الموضوع كله ببعض. طيب خلينا نتنقل للسلايد التاني. الصوت كده تمام يا شباب ولا في مشكله؟ في بعض الناس بتقول ان الصوت فيه مشكله. الصوت تمام، انقطع الصوت، لا يوجد صوت. طيب تمام كده، في صوت تمام خلاص. لو في اي مشكلة في الصوت برضو ايه اكتبوا لي انا طيب تمام اوكي تمام يا وائل، ظبط معاك الصوت دلوقتي تمام. طيب خلينا نسأل سؤال تاني. طيب انا اي فريم اتداول عليه؟ يعني انا دلوقتي خلاص انت بتقول ان الفريمات الكبيرة تداولاتها يعني افضل، انا تريد على الاطار اليومي والاربع ساعات بس وما تريدش على الفريمات الاقل، ده في حاجات تانية هتوضحه. يعني ايه؟ خلينا نوضح حاجة قبل ما نجاوب على السؤال ده. احنا وضحنا واكدنا ان انت كل لما هيكون الفريم الكبير بتاعك بتتريد عليه كل ما هيكون وقف الخسارة بتاعك اكبر وكذلك هدفك اكبر. طيب في حاجتين اساسيتين احنا لازم نخلي بالنا منهم لما هنيجي نحدد احنا عايزين نتريد او نتداول على اي فريم. اول حاجه مدى تفرغك لتجاره العملات، هل انت شخص متفرغ تقدر تتابع الفريمات الاقل الساعه ونص ساعه واقدر احاول اكون ملم بكل النماذج اللي بتحصل، لان انت تقريبا هتبقى ملازم للشاشه ان انا اتابع الفريمات النماذج ايه اللي حصلت، دايما هتبص على الاربع ساعات، دايما هتبص على اليوم عشان تقدر تربط الفريمات دي ببعضها زي ما قلنا بفكره التروس ان انت لازم تربط ببعضهم، علشان انت ممكن تكون شايف مثلا تريدر او دخلت صفقه على زوج وشايف ان على هو على النص ساعه وشايف ان الاتجاه بتاعه صاعد، برغم ان الاتجاه الصاعد اللي انت شايفه دي حركه ممكن تكون تصحيحيه بس في الفريم الكبير اليومي. فعشان كده زي ما قلنا انت لازم تبص على الفريمات الاكبر، ما تركزش بس في الفريم الصغير بتاعك. طيب اول حاجه درجه تفرغك للفوركس او تجاره العملات، انت لو شخص متفرغ فانت هيبقى عندك وقت ان انت تقدر تربط ما بين الفريمات، لان الموضوع ده بياخد وقت ومجهود شويه. طيب في حاجه تاني، العامل التاني هو عامل راس المال. مش من المنطقي لما انت يكون راس مالك 200 دولار او 500 دولار وهتتريد على الاطار اليومي اللي هو ممكن يوصل وقف الخساره بتاعه بس تقريبا ممكن المبلغ ده كله. فعشان كده دايما بنفضل ان راس ماله صغير هو مضطر اسفا ان هو لازم يتريد او يتداول على اطارات زمنيه اقل نسبيا، ساعه فيما اقل، يعني لو الاربع ساعات ده هيبقى كبير نوعا ما برضه. طيب اللي راس ماله كبير هو عنده الاختيار ان هو يقدر يتريد على الاطار الاكبر او الاطار الاصغر، هو مش مجبر ان هو يعني ده هنشوف بقى للعامل الاولاني، هو فعلا لو شخص متفرغ ومعاه راس مال كبير هو معاه يعني في اريحيه وفي اختيار ان هو يقدر يشتغل ما بين الفريمات الكبيره والفريمات الصغيره. طيب خلينا نبص يعني ايه اتجاه صاعد ويعني ايه اتجاه هابط ويعني ايه اتجاه عرضي. اكيد احنا اي حد اشتغل عارف يعني ايه اتجاه صاعد وعارف يعني ايه اتجاه هابط واتجاه عرضي، بس يعني ايه سيكولوجيه الاتجاه؟ يعني ايه فكره ان الاتجاه صاعد؟ يعني ايه الاتجاه صاعد؟ طيب في شباب بتسال اسئله
خلال المحاضرة إن شاء الله. أنا أي سؤال هقدر أجاوب عليه في نهاية المحاضرة، وخلينا نسمع يعني لو في حاجة أنا قدرت أجاوب عليها أثناء الشرح هجاوبها، عشان أقدر أكون ملم بالإجابة كاملة، علشان محدش يخرج عن التركيز بس. طيب يعني إيه اتجاه صاعد؟ يعني إيه سيكولوجية اتجاه صاعد؟ خلينا نشرح الموضوع شوية، مش بإنها رسمة مرسومة وأنا ببص لها، لا الموضوع بيبقى أكبر من كده. يعني ليه سيكولوجية؟ يعني في صراع ما بين البائع والمشتري، انت بتقدر تتابعه عشان تقدر تبين اذا كان ده الاتجاه ده اتجاه صاعد ولا اتجاه هابط ولا اتجاه عرضي سايد واي. طيب اتجاه صاعد هنا معناها ان قدر المشتري انه ياخد السعر من مستوى اقل لمستوى اعلى، ده كده تحرك للسعر الاعلى. جه دخل في وقت من الاوقات ان البياع قدر ان هو ياخد السعر ينزل بيه الاقل، يعني في عمليات بيع او الدببه زي ما احنا بيقولوا، ان هم قدر ياخد السعر لمستويات اقل. طيب لو قدر المشتري انه يقدر يتغلب على البياع اللي ظهر ده، وقدر انه يطلع ما بين مستوى المقاومه ده بيبقى اسمه مستوى مقاومه. مقاومه يعني ايه؟ يعني منطقة وقف فيها السعر، قابل فيها ناس بتبيع في المنطقة دي، فبياخدوا السعر الأقل. لما بيقدر المشتري إنه يقدر يعدي المنطقة دي، هنا إن في بقى مشتري أقوى من البياع قدر يسيطر عليه، أو المسيطر أو المشتري اسمه الثيران. فإحنا هنا بنقدر، خلينا أبين لكم الموضوع شوية بالرسم. طيب هنا كده دي المنطقة اللي قدر فيها ياخدها فيها المشتري، لكن هنا ظهر له البياع او الناس اللي بتبيع. طيب بعد كده البياعين دول قدروا يسيطروا بس لفتره معينه، ما قدروش يستمروا بالسعر اللي تحت، ظهر تاني المشتري قدر انه يعدي المنطقه اللي البياع واقف فيها هنا. فهنا بقى بدايه الترند صاعد او اتجاه صاعد. اتجاه صاعد يعني المشتري بقى اقوى. طيب طلع السعر تاني هنا، وصلنا لمنطقة تانية ظهر فيها واحد من الناس بتبيع تاني هنا. حلو؟ طيب هل إن البياعين دول قدروا ياخدوا السعر المسافة أكبر؟ لا، هم نزلوا شوية، لكن حتى المستوى اللي هم وصلوا له قبل كده ما قدروش يوصلوا له تاني. وظهر المشتري أقوى تاني، وقدر إنه يتغلب على البياع ويكمل. وكذلك حصل تكرر تالت مرة وهكذا. ده سيكولوجية الاتجاه الصاعد. احنا مش عايزين نحلل رسم مرسوم على شاشة فهو ده اتجاه صاعد، لا احنا عايزين نفسر يعني ايه اتجاه صاعد اصلا. هنيجي نتكلم على الاتجاه الهابط داون ترند، هي نفس الفكرة بس معكوسة، بمعنى ان البياع سيطر على السوق وقدر ياخده المسافة دي، وظهر المشتري هنا قدر ان هو يوقف البياعين دول او الـ الدببة، وقدر ان الثيران تكمل السعر لفوق شوية، ياخدوا السعر لفوق، لكن بعد كده تغلب عليهم البياع تاني، وقدر ان في المنطقة اللي ظهر فيها المشتري ان هم ياخدوا السعر لأقل من كده. هنا ده قوة وتغلب من المشتري انه يقدر ينزل، من البايع انه يقدر ينزل السعر اكتر من كده. هتتكرر نفس الموضوع تاني، ان المشتري ظهر تاني لكن مع ذلك ما بيقدرش يوصل لمناطق ظهر فيها البياع اللي هي كان هنا، دي بنسميها منطقة مقاومة. هفسر دلوقتي يعني ايه منطقة مقاومة ومنطقة دعم، ويعني ايه سيكولوجيتها برضه. هنا موجود البياع تاني زي ما قلنا، وقدر يكسر برضه منطقة الدعم دي، وقدر يتغلب على المشتري وبقى البياع هو الأقوى، وهكذا لحد ما تكون اتجاه هابط. طيب تعالى نفسر فكرة إن الاتجاه عرضي أو إن الاتجاه سايد واي. الاتجاه عرضي هنا في قوة متوازنة ما بين المشتري والبياع، مفيش واحد فيهم قادر يتحكم في السوق، الاتنين بيخبطوا في بعض، في منطقة يوصل فيها المشتري ويرجع فيها البياع، تقريبا هما قوتين موازيين لبعض. هنا قدر المشتري ياخد لمنطقة معينة لكن البياع ظهر له هنا. طب هنا يعني انت تتوقع ان السعر هيكمل لاعلى، صفقات شرائك تبقى هي الاقوى. لو ظهرت لك اي صفقات او على طريقه شغلك بعد كده
ضد الاتجاه، فانت تكون حذر ان الاتجاه في اي لحظه، ان انت عارف ان المشتري هو الاقوى. في اللحظات اللي بيتغلب فيها، ما ليكن هنا المشتري تغلب على البياع، فهي الفتره هنا ما تتخيلش ان السعر هيجيب ارقام اكبر. عشان كده دايما كنت بقول لازم نربط ما بين الفريمات وبعضها. ما ينفع الحركه اللي هي موجوده هنا، الحركه اللي موجوده هنا دي وليكن ممكن تبقى على النص ساعه وعلى الساعه ترند صاعد اصلا، يعني خلال شموع هو كون ترند صاعد زي اللي ظهر هنا، بس هو كون يعني ده كله اتكون بس هنا. فانت لازم تكون شايف ان الاطار الزمن الاكبر بيقول ايه علشان اعرف حكمي على السعر او حكمي على السوق مين اللي مسيطر عليه بشكل اكبر. الصوت يا شباب، في حد الصوت معاه مظبوط ولا ضايع؟ لان في حد بيقول من الشباب ان الصوت مش مظبوط. اللي الصوت معاه تمام يكتب لي الصوت يا شباب. نعم اوكي تمام خلاص اوكي. طيب هنرجع نبين وهنوضح يعني ايه منطقة مقاومة، يعني ايه منطقة دعم. خلينا نتنين على السلايد اللي بعده. طيب ده اليورو دولار على الاربع ساعات. من الاربع ساعات لليوم شويه بتقدر تشوف الرؤيه اوضح من الفريمات الاقل من كده. طيب تعال نشرح اتجاه صاعد اتكون هنا من بدايه شهر يناير 2017. طيب قدر ان المشتري ياخد السعر من هنا لحد ما وصل لمنطقه مقاومه. هي اسمها منطقه مش سعر، لان في ناس بتقول ان هو نقطه معينه للمقاومه. بص هي الفكره مش ماشيه بالورقه والقلم ان هو السعر الفلاني هيظهر فيه البياع، هي بتبقى منطقه معينه بيظهر فيها البياع. خلينا نشرح اكتر. هنا لما ظهر البياع قدر انه يتغلب على السوق لفتره لكن مش كبيره. ظهر المشتري تاني هنا قدر انه ياخد السعر تاني الاعلى. حلو، هنا شويه تغلب البياع عليه لكن قدر انه يتخطاه تاني المشتري، فالمشتري قدر انه يكون قمه اعلى من القمه دي، يعني حقق اسعار اعلى، المشتريين عايزين يشتروا بارقام اعلى. ظهر البياع تاني لكن ما قدرش يتغلب على السوق، وظهر برضه المشتري هنا ما تغلبش عليه لانه حتى ما قدرش ينزل بالسعر عن الدعم اللي فات او عن المنطقه اللي ظهر فيها المشتري قبل كده. قدر انه ياخد السعر ويتخطى المنطقه اللي ظهر فيها البياع، هنا بنقول ان المشتري اقوى. هنا الاتجاه احنا كده بنقول ان الاتجاه اكبر، يعني خلي بالكم احنا هنا بنتكلم على الفريم من اربع ساعات، فكل فرق ما بين خطين دول تقريبا ده بيبقى اسبوع. عايزين نشوف في حركه دي مثلا وليكن ممكن تبقى تقريبا اربع ايام صعود، الحركه الهابطه ده يبقى يوم واحد هبوط. فعشان كده دايما نشوف ان الفريمات الاكبر هي اوضح، هتورين لك الصورة أكبر. خلينا نكمل إن هنا البياع ظهر تاني ما قدرش برضه يتغلب على السوق، لكن المشتري أقوى قدر يكمل. نفس الفكرة إن الخطوط الصفراء أو المناطق الصفراء دي هي مناطق مقاومة، لما السعر الشموع دي هي شموع السعر، لما بيعديها بيقدر يكمل. خلينا نشوف بقى الشرط ده حصل فيه النهارده. دي صورة من يومين. اخر حاجة توصلنا لها ان السعر ابتدى يدخل في منطقة عرضية ما بين منطقة العرضية ما بين دعم كان 1.16 ومنطقة مقاومة 1.18. السعر كان تقريبا بقاله 3 اسابيع مش عارف يتخطى لا المقاومة ولا الدعم، البياع قد المشتري، القوتين تقريبا زي بعض. خلينا نشوف ايه هنا اللي حصل بعد كده. ده النهارده ده شارت لايف حاليا. الزوج ايه اللي حصل له؟ قدر ان المشتري يتغلب على البياع اللي كان بيظهر هنا، في كل منطقه من المناطق دي كان بيظهر بياع، قدر ان المشتري يتغلب عليهم هنا. هنا احنا بنتوقع ايه بعد كده يحصل؟ بناء على اللي احنا التحليل اللي احنا قلناه، احنا كده مفيش اي مؤشرات احنا بنستخدمها، احنا كل ده بنستخدم عينينا بس.
هو ده البرايس اكشن. انا ما بستخدمش اي حاجه غير ان انا بفك رموز وتلاصم السعر اللي بيتحرك قدامي ده، يعني ايه شموع طالعه ويعني ايه شموع نازله، يعني ايه منطقه دعم ظهر فيها مشتري ويعني ايه منطقه مقاومه ظهر فيها بياع او بياعين ظهر. هنا قدر يتغلب المشتري على البياع، يعني هما هنا فضلوا قوتين يخبطوا في بعض، كان بيطلع من هنا يوصل فوق البياع يظهر، يجي هنا المشتري يظهر يطلع تاني وهكذا. النهارده او تقريبا من خلال ساعه بس فاتت قدر ان المشتري يتغلب على البياع. احنا بنتوقع في المستقبل خلال الاسبوع الجاي ان الحركه هتبقى صعبه بشكل اكبر، لان هنا المشتري اقوى قدر انه يتغلب على البياع اللي كان موجود. طيب ده كلام احنا بنشرحه بشكل عام شويه، هناخد تفسير اكتر للشموع اللي ظاهره قدامك دي. يعني ايه تفسيرها؟ يعني ايه لما اشوف شمعه زي كده ده تفسيره ايه؟ خلينا نشرح اكتر ونفسر اكتر حركه الشموع دي بشكل مفسر اكتر. خلينا نرجع للسلايد اللي كنا فيه. طيب كده خلصنا منطقه الدعم والمقاومه وفهمنا يعني ايه سيكولوجيه الدعم والمقاومه. تعالى بقى نفسر سيكولوجية الشموع اليابانية وتأثيرها على السعر. حلو، يعني ايه شموع يابانية؟ شموع يابانية او الشمعة نفسها هي اللي بتبين لنا سعر الفتح على حسب الاطار المستخدم. في اطارات زمنية مستخدمة احنا بنستخدمها زي ما قلناها قبل كده، ان في اطار زمني ممكن يبقى ساعة، ممكن 4 ساعات، ممكن يوم. طيب الشموع اليابانية في شكلها المطلق ده ما بتفسرش ايه اللي حدث جوه، يعني هو السعر طلع وليكن في اطار زمني 4 ساعات او يومي، طيب خلال ال4 ساعات ايه اللي حصل في السعر ده ما بتظهروش. لكن هي بتفسر او انت بتقدر تفسر ده بناء على سعر الفتح، سعر فتح السمع وسعر الاغلاق، وبناء على الديول اللي ظاهرة في السمع. فين سعر الفتح ده بيبقى ظاهر وفين سعر الإغلاق؟ خلينا نبص على الرسمة اللي قدامكم. سعر الفتح هو السعر اللي ابتدى فيه السعر انه يتحرك من خلال الإطار الزمني، وليكن احنا بنستخدم ال4 ساعات، فبداية الشمعة ده بيكون سعر الفتح هنا. طيب الحركة بعد كده بتبقى يا تحت يا فوق. طيب احنا لحد دلوقتي لسه الشمعة شغالة وال4 ساعات ما انتهوش عشان اقدر احكم اذا كانت الشمعة دي هي شمعة مشتريين ولا شمعة بياعين. هو هنا الاقوى الترام اقوى وقدروا يخلوا شمعة خضراء او قدروا انه يحركوا السعر الاعلى، ولا البياع هو اللي قدر يحرك السعر وخلى ان سعر الاغلاق هو اقل من سعر الفتح. سعر الفتح لو كان وليكن هندي مثال 1.100 وسعر الإغلاق هنا 1.200. طيب هنا معنى إن المشتري قدر ياخد السعر من هنا لهنا، قدر إنه ياخد السعر المسافة دي وليكن دي هتكون 100 نقطة مثلا، ده كمثال. يعني سعر إغلاق الشمعة ده هو اللي اغلق عليه السعر وهيبتدي شمعه جديده. في حاجه اسمها ديول للشمعه. يعني ايه ديول الشمعه؟ الديول ده ان في خلال الفتره الزمنيه اللي انت استخدمتها قدر المشتري ان يوصل السعر ليه. بمعنى هو اغلق عند 1.2، حلو، بس انت ممكن يكون هم قدروا يوصلوا ل 1.3 وبعد كده تمام. الصوت واضح يا شباب؟ هي المشكلة دي عامة ولا مشكلة عند الأخ أحمد رعد؟ تمام خلاص أوكي تمام، هو الصوت رجع له تمام تاني مظبوط. زي ما قلنا إن إحنا من خلال كل شمعة هنقدر نفسر سيكولوجيتها وتنبؤها بالحركة المستقبلية. أنا كده بعرفكم يعني إيه شمعة، يعني إيه في مشتري أقوى من بياع، يعني إيه قدر، يعني إيه قدر إن الصوت
صوت كده تمام؟ تمام. طيب اوكي تمام الجمال. اوكي خلينا نفسر اكتر حركة الشموع ونشرح اكتر النماذج اللي انت ممكن تشوفها من خلال حركة الشموع وتفسر ايه الحركة المستقبلية اللي هتبقى بعد كده. هنا اتنين على السلايد اللي بعده. طيب هنا في انواع للشموع كتير باشكال مختلفة، عايزين برضو نفهم سيكولوجية كل شمعة. احنا زي ما قلنا ان الشمعة الاولانية اللي احنا شرحنا عليها فاتت هي كانت شمعة متغلب عليها المشتري اكتر من البياع، شمعة رقم واحد مثلا. هنا السعر فتح عند النقطة دي عند السهم اللي انا ببينه ده، وبعد كده قدر المشتري انه يغلق بالسعر اعلى من سعر الفتح، فعشان كده كان شمعة خضر. طيب بتعبر ان الشمعة دي ان المشترين هم اللي قدروا يسيطروا على السوق. طيب تعال نشوف الشمعة اللي بعدها، هي عكسها، ان السعر فتح في سعر اعلى لكن البياع كان اقوى، قدر انه ياخد السعر لمستويات اقل، فهنا البياع كان اقوى من المشتري. طيب في احنا بنفسر طول الشمعة او طول الديل هي المعركة اللي بتحصل ما بين المشتري وما بين البياع. يعني لو يكن احنا قلنا في الشمعة الاولى هي شمعة طويلة خضراء، فقدر يحرك السعر المسافة كبيرة على حسب الفريم اللي بتستخدمه، مثلا ليكن انت بتستخدم اليوم قدر انه يحرك السعر 100 نقطة او 200 نقطة، فهنا المشتري كان مسيطر على السوق بشكل كبير. والعكس لو البياع كان ظاهر اكتر في الشمعة التانية الحمراء اللي هي رقم 2 دي، ان هنا البياع قدر انه ياخد السعر 100 او 200 نقطة لحد ما وصل لمستويات اقل وقفل السعر عند كده. طب الشمعة 3 دي تفسيرها ايه؟ 3 دي ممكن تبقى حمراء او خضراء قصيرة، هي بتعبر ان مدى التجارة او مدى التداول كان المسيطر فيهم ما كانش بشكل قوي. ان الشمعة كانت خضراء فان ان المشتري كان ظاهر بس مش بشكل في قوة انه يقدر يحرك السعر مسافة كبيرة. يعني انا ما اقدرش برضو اتوقع ان السعر عفوا ان السعر هيمشي مسافة كبيرة، او ان انا اقدر احكم على السوق ان المشتري اقوى بكتير من البياع. هو هنا تحس ان العلاقة ما بينهم او ان المعركة ما بينهم ما كانتش قوية. طيب تعال نشوف رقم 4 معناها ايه. في ديل طويل لتحت وفي جسم شمعة فوق صغير، طب ده معناه ايه؟ خلينا نقول شمعة رقم 4، الشمعة دي بظل او ديل طويل، دي بتعبر ان البياعين كانوا في وقت من الاوقات ظهروا بشكل قوي لكن المشتري ظهر بشكل اقوى، بغض النظر ان الشمعة حمراء او خضر. بمعنى هنا الشمعة حمراء انت هتقول ان هو السعر فتح كان اعلى من سعر الاغلاق فهي شمعة حمراء، فانا المفروض اقول ان البياع كان موجود. تمام. لكن الديل ده بيبين ان البياع ظهر لكن المشتري قدر يتغلب عليه بشكل اكبر، حتى لو الشمعة كانت قفلة حمراء، حتى لو كانت قفلة حمراء، ان المشتري قدر انه ياخد مستويات السعر من اقل سعر وصل لها البياع هنا انه قدر يتوصل بقريب من سعر الفتح. طيب في الشمعة رقم 5 العكس، ان هي شمعة بظل اعلى كبير بتعبر عن سيطرة المشترين لفترة من الوقت لكن البياع قدر يظهر بشكل اقوى وقدر انه يسيطر عليه. هنا بتعبر عن ان كان في قوة ما بين البياع والمشتري وقدر فيهم حد يسيطر على السوق. شمعة رقم 6 هي تقريبا شبه رقم 3، بس الفرق ان هنا كان فيه معركة قوية، ان الديول كانت قوية فوق وتحت، كان فيه معركة ما بين المشتري والبياع. ممكن لو شفناها خضراء ان احنا نقول ان المشتري كان اقوى حاجة بسيطة، لكن ما اقدرش اقول ان هو مسيطر على السوق، ما اقدرش اقول ان هو اقوى بشكل كبير.
ما اقدرش اقول برضو في الشمعة الحمراء ان البياع اقوى بشكل كبير، لانه ما قدرش انه يقفل بمسافة كبيرة عن سعر الفتح. طيب خلينا نفسر اللي جاي بشكل ادق، ده برضو انواع بشكل عام شوية. هنفسر النماذج اللي اقدر من خلالها اتوقع فعلا السعر ايه اللي هيحصل من بعد الشمعة اللي ظهرت دي. خلينا نتنقل على السلايد اللي بعده. دي شمعة اسمها شمعة دوجلي. طيب يعني ايه الشمعة دي؟ او بتفسر بايه؟ هي شمعة صغيرة، ان سعر الافتتاح بيها هو تقريبا نفس سعر الاغلاق او قريب منه. يعني ما كانش في حد ظاهر هو مين اقوى. كان في معركة ما بين المشتري والبياع، بس انا هقدر اتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده ازاي. من خلال الاتجاه قبل الشمعة انت هتقدر تتوقع ايه اللي هيحصل بعد الشمعة ازاي. خلونا نوضح اكتر. هي مبدئيا الشمعة الدوري دي عشان تظهر لازم يكون، وليكن هنشرح على النموذج ده رقم واحد، ده ان هنا كان في اتجاه هابط، ان كان في بياعين مسيطرين على السوق. ظهرت الشمعة دي هنا بتقول ان في حيرة، او في ان القوتين تقريبا بقوا قد بعض، انا مش عارف مين الاقوى. هنا احنا بننتظر وما بندخلش اي صفقات، احنا بننتظر ايه اللي هيحصل بعد كده. انا مترقب البياع هيبقى اقوى تاني ويرجع للاتجاه اللي هو كان جاي منه، ولا المشتري، لا المشتري هو اللي بقى اقوى وقدر انه ياخد السعر المسافة اعلى فوق. طيب خلينا نراقب هنا ايه اللي حصل. هنا الاتجاه كان هابط، هنا الاتجاه كان هابط، حلو. هنا ظهرت الشمعة اللي اسمها دوجي. تفسير الشمعة او سيكولوجية الشمعة ان البياع والمشتري مش ظاهر مين اقوى، ان في حيرة ما بينهم، الاتنين بيضربوا في بعض ومحدش عارف يسيطر على السوق. طيب انا عايز ادخل، هدخل مع البياع ولا مع المشتري؟ بنتظر الشمعة اللي بعدها اللي هي الشمعة دي. طيب لو قدر ان المشتري يظهر وياخد الاسعار ويقفل اعلى من قمة الشمعة اللي جاي منها، او افتتاح سعر الشمعة اللي قبل الدوجي، هنا بتقول ان المشتري قدر انه يتغلب على البياع. هنا البياع كان متغلب اغلب الوقت، هنا في خلال الشمعة قوتين زي بعض، في الشمعة الثالثة ظهر ان المشتري اقوى. طب انا ادخل شراء؟ بتدخل شراء مع افتتاح الشمعة اللي بعدها على طول. طيب انا دلوقتي برضو هشرح الطريقة وهطبق كمان شوية بعدها على طول. هدخل امتى؟ هيبقى هدفي امتى اقفل الصفقة بربح، امتى هقفل الصفقة لو بخسارة. خلينا نشرح عكس الموضوع الناحية التانية، ان هنا كان المشتري متغلب على السوق، ظهرت شمعة النجمة او شمعة النجمة الدوجي. هنا برضو البياع والمشتري انا مش عارف مين اللي مسيطر على السوق. هنا البياع ظهر انه اقوى وقدر انه يقفل، انه يتغلب على الصوت قطع تاني. تمام الصوت كده مظبوط يا شباب؟ تمام. هي فكرة الاتجاه الصاعد اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده والاتجاه الهابط، ان لما يظهر البياع وياخد مستويات الاسعار، او البائعين ياخدوا مستويات الاسعار لمستويات اقل من ما هم كانوا وخدوها قبل كده، هنا ده اقل سعر قدروا ان يوصلوا البائع. لما يتغلب عليه هنا بعد حيرة، فهنا بتوقع ان السعر هيكمل لتحت او هيستكمل الهبوط بتاعه. اوكي طب احنا هنرجع نعيد النقطة اللي فاتت عشان الصوت كان عنده مش مظبوط. هنشرح تاني. هنا انا بشرح نجمة الدوجي. نجمة الدوجي دي معناها ان هي شمعة، حيرة ما بين البياع والمشتري، ان سعر الفتح بتاعها تقريبا قريب من سعر الاغلاق او تماما بيبقوا زي بعض. طب انا بحكم على شمعة الدوجي دي او على الاتجاه المتوقع بعد كده من خلال حركة السعر قبل كده. يعني معنى ان هنا الاتجاه كان هابط والشموع حمراء، هنا البياع كان مسيطر، ظهرت الشمعة اللي احنا بنتكلم عليها ان سعر الافتتاح تقريبا هيبقى شبه الاغلاق، فبتظهر بنفس الشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم.
وبعد كده ظهر المشتري قدر انه ياخد السعر الاعلى. سمع رقم واحد هنا، هنا معناها ان المشترين قدروا يتغلبوا على البائع، فانا بتوقع ان السعر هيطلع فانا بشتري مع افتتاح الشمعه اللي بعد رقم واحد دي. هندي امثله دلوقتي ونوضح ده. وكذلك هنا العكس، ان كان في مشتري قدر يوصل بالسعر للمستويات دي وظهرت شمعه الدوجي وقدر البياع يتغلب وقدر يقفل تحت اقل شمعه من قبل الدوجي، ان هنا دي اخر منطقه وصل لها البياع. فلما تيجي شمعه حمراء ياخد السعر المستويات اقل، هنا معناها ان البائع بقى اقوى من المشتري. هنا انا بتوقع ان السعر هيكمل النزول بتاعه تاني. طيب خلينا نفسر الكلام ده بأمثلة في السوق فعلا. طيب دي أمثلة على نمط الشمع الدوجي. هنا كان الاتجاه صاعد، شموع خضراء فوق، سعر بيطلع. هنا ظهرت شمعة حيرة ما بين البياع وما بين المشتري، شمعة الدوجي اللي احنا اتكلمنا عليها. بعد كده قدر البياع يتغلب على المشتري هنا وقدر انه يقفل الاسعار تحت الشمعة اللي قبل الدوجي دي. طيب انا هدخل بيع منين؟ انا كده فهمت ان انا متوقع السعر ينزل. طب انا قبل بداية صفقة انا بدخل في نقطة دخول، في تحديد هدف، في وقف خسارة. دول 3 حاجات بتحددهم من بداية دخولك للصفقة او قبل دخولك للصفقة، بحيث ان السعر لو عكس عليك ما يقدرش ان هو يخسرك كتير، يبقى في حجم معين من الخساره عامل له اداره راس مال ان انا اقدر اتغلب على الخساره بتاعتي، ما تبقاش كبيره، ما تبقاش بشكل كبير تاثر على الحجم الحسابي. طيب بمجرد ان السعر ابتدى يرجع هنا، انا هنا انتبهت ان هنا لا، ده هنا السعر هينزل، انا متوقع ان السعر هيكمل نزول. طب هدخل بيع منين؟ هدخل بيع من هنا من النقطه دي. طب دخلت بيع، سعر فعلا نزل، هو عكس شوية تاني وبعد كده كمل نزول تاني. طيب انا بمجرد هنا عرفنا ان دي نقطة الدخول. طيب وقف الخسارة بتاعي فين؟ وقف الخسارة بتاعك هي اعلى نقطة وصل لها المشتري. النقطة دي انت لو وصل لها تاني المشتري، يبقى هنا فعلا المشتري قوي، فانت بيعك غلط او بيعك مش بشكل صحيح ان السعر هيكمل نزول. لا، هنا بقفل الصفقه على خساره بسيطه لان السعر ممكن يعكس عليا او هيخسرك. نرجع برضو نفس فكره الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط، هي نفس فكره. انا هربط ما بين الاطارات الزمنيه، انا هنا بتكلم على اطار زمني 4 ساعات، فالشمعه دي جواها حركات وتذبذبات كبيره، فهقدر احكم على المشتري والبائع غير لما اجي احكم عليهم في شمعه 5 دقائق مثلا او ربع ساعه. المشتري والبياع مش هيقدر يحرك السعر المسافه كبيره، لكن لما بيظهر في شمعه يومي او في شمعه 4 ساعات، هنا تغلب عليها الوقت من الزمن، يقدر ياخد مسافه اكبر او اتوقع مسافه اكبر هتحصل بعد كده. فزي ما قلنا ان احنا خلاص حددنا هنا الدخول، هنا وقف الخساره. طب الهدف بتاعي فين؟ انت تقدر الهدف بتاعك ده تحدده عن طريق حاجتين. انت ممكن تاخد نفس المسافه للهدف لوقف الخساره واقول ان تارجتي او الهدف بتاعي وليكن هو وقف الخساره وليكن 50 نقطه، انا هخلي الهدف بتاعي 50 نقطه، فانا هنا هتوقع يا هكسب 50 نقطه يا هخسر 50 نقطه. او تتابع السعر وتتابع حركه الشموع، بس دي عايزه حد شويه محترف يقدر يكون ملم باشكال الشموع كلها. دي واحده واحده هنقدر نوصل لها مع بعض. مبدئيا احنا عرفنا الدخول وعرفنا وقف الخساره، وليكن ان الهدف ممكن نكون عند اقرب مستوى دعم او منطقه دعم زي ما احنا شرحناها قبل كده، وليكن تبقى هنا مثلا، ان دي اكتر سعر وصل له البيع، فممكن اتوقع ان البيع يظهر تاني. هو فعلا ظهر بس ما قدرش ياخد السعر لمسافه طويله وقدر السعر انه ينزل تاني. طيب هل اي شمعه دوجي تظهر انا بعد كده اراقب السعر وادخل بعد الشمعه؟ لا. ليه؟ انا لازم يكون زي ما قلنا ان يبقى في اتجاه قبلها، في اتجاه واضح ما بين ان كان في بائع فعلا او كان في واحد او كان في مشتري كان متغلب على السوق، علشان اقدر ان الشمعه دي بتعكس الاتجاه ده. لكن لو هي جايه اثناء الاتجاه، لو جايه اثناء الاتجاه هي ممكن ما يكونش لها تاثير. هنا مثلا هنا 3 شموع هابطه فعلا حصل، وهنا ظهرت الشمعه الدوجيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. بس تعالى بص على الشمعة اللي بعدها،
هي برضه سمعت حيرة، ما ظهرش فيها المشتري بشكل كبير، فأنا ما أقدرش أحكم على السعر إيه اللي هيحصل. بعد كده خلاص الشمعة دي بتفقد عملها، أنا كده ما بقدرش أتوقع إيه اللي هيحصل بعد كده. حتى لو الشمعة هنا فعلا قدر إن المشتري ياخد سعر شوية لفوق، بس لا، هنا طالما في حيرة والاتجاه قبل كده مش واضح، الشمعة ما بيكونش ليها عمل، ما بيكونش ليها استخدام، بفقدها تماما. احنا هنا بنحلل سيكولوجية الشمعة، مش بنحلل رسم شرط وبس، مش بنحلل شكل شمعة وبس. انا عايزك تفهم سيكولوجيتها ايه، يعني ايه، مين اللي كان مسيطر، ويعني ايه السعر يطلع، وليه طلع وليه ما طلعش، وليه اتوقع انه هيطلع وليه ما اتوقعش. فعشان كده احنا عايزين نفهم سيكولوجيتها ايه، سيكولوجية المشتري ايه، وسيكولوجية البيع ايه. طيب هنا برضو ظهر تاني، لكن برضو مش هتفقد عملها، لان هي ما ظهرش اتجاه قبلها واضح، بيع او شراء. وبعد كده ان حتى الشمعة اللي ظهرت بعدها دي ما ظهرش فيها مشتري بشكل قوي انه يقدر ياخد الاسعار لمستوى اعلى من الشمعة اللي ظهر، هو وصل هنا ورجع كمل نزول تاني، يبقى برضو الشمعة دي ما بتعتبرش ظهر. طيب تعالى بقى في ثالث مثال، هنا ظهرت الشمعة فعلا، وهنا كان في بياع ظهر بعد الشمعة. طيب هنا البياع قدر يسيطر، هنا الاتجاه كان صاعد والشمعة ظهرت هنا، وهنا الشمعة اللي بعدها اهو البياع ظهر بشمعة سوداء او حمراء على حسب ما انت هتكون ملونة في الشرط، قدر انه يقفل السعر اقل من الشمعة، اقل من ادنى سعر للشمعة اللي قبلها. يعني هنا انا بقول ان البياع بقى اقوى، هنا انا بدخل بيع من بدايه افتتاح الشمعه دي، وقف الخساره بتاعي بيبقى اعلى قمه وصل لها المسافه دي، الهدف بتاعي سعر كمل نزول بعدها المسافه كبيره. ممكن انت بقى يبقى نفس فكره اللي انا شرحتها من شويه، ان انا هخلي نفس مسافه وقف الخساره هي نفس الهدف، او ممكن الضعف، او ممكن ان انا على اقرب منطقه دعم، وده اللي انا بفضله حاليا، او بيبقى اوضح على اقرب منطقه دعم تقفل الصفقه بتاعتك بربح. طيب تعالوا نبص هنا، برضو ظهرت الشمعه بس هنا ملهاش عمل، او هنا الشمعه ملهاش استخدام، لان هي ما فسرتش ايه اللي حصل. هو فعلا السوق كان نازل، بس قبلها احنا قلنا على الاقل يبقى في ثلاث شموع هابطه بشكل واضح، وان السعر يقدر يعكس الاتجاه ده. يعني انا عايز مشتري يظهر هنا، لكن هو كده كده اصلا البياع كان ظاهر، فما كمل الاتجاه، واحنا اوريدي اصلا كنا في الصفقه من الاول بيع. خلونا نشرح 4 أو 5 شموع قدر ان البياع يظهر هنا، قفل اقل من اقل السعر، انا هنا دخلت بيع وفعلا السعر كمل نزول كتير بعدها. يعني هنا لو هنيجي نتكلم على المسافه اللي نزلها السعر، احنا هنا بنتكلم في شرط ال4 ساعات، احنا هنا بنتكلم في تقريبا يعني قبل اي ارتداد كان تقريبا حوالي 75 نقطة، بغير طبعا ان هو كان من نزول المسافات اكبر. خلينا نشوف مثال تاني، هنا دي شمعة، لكن ما نقولش ان هي شمعه دوجي قدرت تغير الاتجاه اللي حصل، لان يعني هي شمعه ظهرت وبعدها على طول شمعه ظهرت، لكن ما ظهرش ان فيها مشتري، وده نفس الفكره. هنا فعلا ظهر بائع، ظهر حيره ما بين البياع والمشتري بعد اتجاه صاعد حصل، هنا الشمعه بعد كده قفلت اقل من ادنى مستوى، فعلا السعر نزل بعدها. خلينا نكمل اكتر، هنا كان اتجاه هابط لشموع، هنا ظهرت شمعة الدوري أكبر، إن هنا في حيرة ما بين البائع والمشتري، ظهر المشتري هنا في النقطة دي قدر إنه يقفل الأسعار فوق أعلى الشمعة، فأنا بقدر آخد شراء، وفعلا السعر طلع بعدها لحوالي 100 نقطة في خلال 8 ساعات. خلينا نشوف أمثلة أكبر، هنا ما أقدرش أحكم إن دي شمعة دوجي لسبب ان السعر ما قدرش يقفل على طول بعد اقل سعر، فهنا ما اقدرش احكم عليها، فمع ذلك ما اقدرش اقول ان دي شمعه اقدر ادخل عليها بيع. وهكذا كثيرا من الامثله في السوق.
خلينا مثلا نشوف تاني. طيب هما كده تقريبا هنا ممكن برضو دي برضو ما نقدرش نقول عليها شمعة تجيب بسبب ان كانت اثناء الاتجاه مش عكس الاتجاه. تعال نشوف بعد كده النموذج اللي يظهر اللي ممكن يظهر بعد كده. في نموذج اسمه شمعة المطرقة او الرجل المشنوق او شمعة الشهام. احنا هنا بنقول الاسماء للمعرفة، مش عايزين نحفظ الشكل، يعني مش عايزين نحفظ اشكال الشموع ومن خلالها اقدر اقول اه هي شكل الشمعة دي، لا انا بفهمك سيكولوجية الشمعة اللي من خلالها هتقدر تتوقع السعر. هنا من عشان ما يبقاش الموضوع يبقى فيه فهم اكبر عشان بعد كده تقدر تلم بالاشكال كلها، لان هم اشكال كتير جدا من الشموع الفنية. فانت عشان تقدر تلمها كلها او تقدر تفهمها مش حفظ، عايزك تفهم سيكولوجية كل شمعة ايه. طيب تعال نفسر سيكولوجية شمعة المطرقة أو الرجل المشنوق أو شمعة الشهاب. هنا هنرجع نفسر مين البياع أو البياع ظهر فين والمشتري ظهر فين. هي شمعة بتظهر بعد اتجاه، هنا اتجاه كان هابط، قدر إن البياع ياخد السعر المسافة أقل، لكن المشتري ظهر تاني وقدر إنه يقفل بالأسعار لمستويات قرب سعر الفتح. هنا الشمعة دي بتبقى شكلها ليها ديل طويل، ولكن جسم الشمعة بيبقى نفسه صغير بغض النظر عن إذا كان لونه أحمر أو أخضر. هي الفكرة كلها إن قدر المشتري إن ياخد الأسعار من مستويات متدنية لمستويات قرب سعر الفتح برغم إن الاتجاه كان هابط. طب هل أنا أقدر أدخل على طول شراء بعد ما ظهرت الشمعة دي؟ لا، لازم أتأكد بشمعة تانية إن فعلا في مشتري ظهر علشان اقدر اتوقع ان السعر هيكمل لمسافة لفوق، لان الشمعة بشكلها ده ممكن يظهر اثناء الاتجاه نفسه، فمش هيكون ليها استخدام او استخدامها سيكولوجيا مش صح. عشان كده بقول لك افهم شكل الشمعة، افهمه سيكولوجيتها، سيكولوجية المشتري والبياع عشان تقدر تحكم على حركة السعر مش على الشكل بس. طيب في امثلة طبعا كتير لشمعة المطرقة والرجل المشنوق والشاب، هما طبعا عشان افسر لك كل اسم يعني شوية ممكن تتلخبط ما بينهم، فانا هحاول افسر لك ان هما تقريبا سيكولوجيتهم واحد. هنا مثلا ان الاتجاه كان هابط وقدر وفتح السعر، قدر ان البياع ياخد المستويات متدنية، لكن المشتري قدر انه ياخد السعر قبل اغلاق الشمعة لقريب من سعر الافتتاح. طيب الشمعة اللي بعدها هي اللي هتحدد لي إذا كان أنا هدخل فعلا شراء ولا لأ. الشمعة التانية كان فيها مشتري، بس ممكن هنا برضو تفسر هل المشتري ده قوي ولا لأ؟ هل المشتري ده كان الصراع قوي ما بين البياع ما بين التيران والدببة، قدر إنه ياخد السعر لمستويات أعلى من أعلى شمعة كانت قبل الحيرة دي؟ شمعة الحيرة دي هي الشمعة دي، هي دي الشمعة اللي إحنا بنسميها. لو قدر ان المشتري ياخد السعر لمستويات اعلى من المستوى اللي كان نزل منه قبل كده في الشمعة دي، انا هنا بقول ان السعر ده هيكمل لاعلى. انا هنا بتوقع ان المشتري هيكمل معايا لاعلى، بشتري على طول بعدها. هنا نفس السيكولوجية بس حاجة مختلفة، هنا الاتجاه كان هابط ولكن المشتري ظهر وقدر يتغلب على البياع اللي كان ظاهر، لكن ومع ذلك قدر ان البياع يقفل السعر لمستويات قرب سعر الافتتاح. هنا حيرة برضه، انا هنا مش عارف مين المتغلب على السوق، المشتري ولا البياع. عشان كده دايما بنتظر الشمعة اللي بعدها، دي شمعة رقم 2 وشمعة رقم 3، هم دول اللي هيبينوا لي لو المشتري فعلا لسه موجود يبقى كده انت تتوقع ان السعر هيكمل لأعلى. انت هنا تكون في صفقة المشتريين، انا هنا في صفقة الصفقة شر، ما حاولش ادخل بيع لان المشتري متغلب. طيب تعال نشوف العكس تماما، حصل هنا ان الاتجاه كان صاعد ومع ذلك ان المشترين كانوا اقوى لكن البياع ظهر، والشمعة دي نسبة نجاحها تقريبا 95% الشكل ده. طب ليه
هنا المشتري كان قوي وقدر انه ياخد الاسعار بشكل كبير فوق، وقدر انه يكون ديل فوق ان المشتري وصل لاعلى نقطة هنا، لكن البياع ظهر بشكل قوي ومفاجئ انه ياخد الاسعار لاقل من سعر الفتح، يعني قدر يتغلب على المشترين بشكل كبير. بمجرد ما بالسعر بيقفل اقل من اقل سعر هنا، انا هنا على طول بدخل بيع، والصفقة دي دايما بتبقى نسبة نجاحها كبيرة، وهنقول امثلة عليها بعد كمان شوية. كذلك هنا تعال نفسر سيكولوجية اللي حصل هنا ايه. هنا اتجاه صاعد وبعد كده البياع ظهر، لكن المشتري مازال موجود، قدر انه ياخد السعر الاعلى. طول ما في معركة انا بقف، المعركة طالما كانت قوية ومحيرة انا بتوقع السعر اللي بعد، من خلال الحركة اللي بعد كده انا بتوقع السعر اللي جاي. عشان كده الشموع دي دايما بيبقى عليها علامات استفهام ان انا افهمها ايه. من خلال الشموع دي او من خلال معركة ما بين المشتري والبياع، انا هقدر اتوقع السعر ايه اللي هيحصل فيه بعد كده. تعال نشوف امثلة توضح الكلام ده بشكل اكبر. هنا كان في مشتري موجود، نجيب قلم، تمام. هنا كان في مشتري موجود، بعد كده ظهر بياع، لكن ظهر المشتري تاني. طيب يعني احنا هنا في اتجاه صاعد. طيب الشمعة اللي احنا بنتكلم عليها اهي، طب ايه اللي حصل في الشمعة دي؟ تعال نفسر اللي حصل بغض النظر عن شكلها ايه. هو كان في اتجاه صاعد، قدر المشتري انه يطلع بالسعر، لكن البياع ظهر له عند منطقة المقاومة دي. لما الشموع دي بتظهر في مناطق مقاومة او مناطق دمع، مناطق دعم، على طول انت بتتوقع ان الحركة هتبقى اقوى، هتبقى اعنف. ليه؟ لان هو ما كانتش حركة في اتجاه مش باين، دي حركة يعني حركة للسعر مع منطقة مهمة. فلما يبقى شمعة زي دي ظهرت وبالظبط عند نفس منطقة المقاومة ان البياعين ظهروا فيه، انت هنا بتدخل بيع من المنطقة دي، تتوقع على طول ان لا يوجد صوت. طيب الصوت يا شباب برضو تقريبا في مشكلة في الصوت شوية، تمام كده مظبوط الصوت عندكم يا شباب؟ الصوت تمام. هو تقريبا بيقطع كل ربع ساعة كده ثانية ويرجع تاني. اوكي حاضر، هعيد النقطة اللي انا شرحتها دي تاني للي قطع عندهم الصوت. طيب هنا كان بنتكلم على شمعة المطرقة او الرجل المشنوق او الشهاب. ايه اللي حصل بالظبط او سيكولوجية اللي حصل، تفسيره ايه؟ تفسير اللي حصل بالظبط ان في مشتري ظهر قدر انه ياخد السعر لمستوى عالي، لكن البياع ظهر من منطقة مقاومة اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية، ولكن البياع اللي ظهر ده قدر انه ياخد السعر لمستويات اقل تاني، قدر انه يخلي السعر يقفل قريب من سعر الافتتاح. طب هنا انا بنتظر الشمعة اللي بعدها على طول، لو ظهر فيها بياع او الشمعة قفلت، سعر الاغلاق قفل اقل من سعر الفتح، انا هنا توقعي بيكون ان السعر بنسبة كبيرة هيتراجع وهينزل، وده فعلا اللي بيحصل واللي حصل، ان هنا الشمعه قفلت اقل من اقل سعر، سعر الاغلاق الشمعه الثانيه قفل من اقل سعر الاغلاق، وفعلا سعر رجع بشكل كبير. انت بتدخل صفقه من هنا دخول بيع سيل، وقت الخساره بتاعك بيبقى على طول فوق الهاي، الشمعه دي فوق الهاي ده بثلاث نقط تقريبا، بمجرد ان هو قدر المشتري لو قدر انه يوصل لاعلى من الشمعة دي، فهنا انت لازم تخرج حتى لو بخسارة بسيطة، لان المشتري ظهر تاني فممكن يعكس عليك السوق. خلينا نوضح ان الشموع دي مش 100% اهدافها بتحصل، بس هي تقريبا احنا بنقول فوق 90%، يعني مفيش حد بيبقى دايما كسبان طول الوقت ولا خسران طول الوقت، بس احنا عايزين تحليل لسلوك السعر بنسبة كبيرة نتوقع ايه اللي هيحصل. بس في الغالب ان الشموع دي او تحليل سيكولوجية الشموع دي برايس اكشن
بنسبة نجاحها من 90 ل 95% لو قدرت تفهم اللي أنا بقوله ده، وقدرت تلتزم بوقف الخسارة عشان السوق ما يعكسش عليك عدد نقاط كبير يضيع الربح اللي أنت كنت بتجنيه من الصفقات اللي قبل كده. فالنقطة دي مهمة جدا. طيب خلينا نشوف شمعة تاني ظهرت. هنا السوق كان طالع والمشترين كانوا مسيطرين على السوق، ظهرت الشمعة تاني هنا، ايه اللي حصل بالظبط؟ البياع ظهر هنا عند الديل، قدروا ان ينزل السعر، ومش ينزله بس عند سعر الفتح، لا ده قدر انه يقفل ادنى كمان من سعر الفتح، لا ده انا البياع بقول لك انا قوي كمان عنك، يعني انا البياع هنا قوي، وكذلك الحركة بتبقى اعمى في النزول. وهنا فعلا على طول السعر، حتى شوف الشمعة اللي بعدها فتحت بجاب كبير عنها، والاسعار نزلت بشكل كبير بعد كده. خلينا نفسر شكل تاني، هنا برضو حركة صعود، هنا ظهرت الشمعة ان السعر قدر ينزل بديل طويل، وهنا البياع ظهر بعد الشمعة اللي ظهرت فيها الحيرة دي، على طول السعر نزل وكمل نزول. طيب تعال نشوف شمعة اهي ظهرت، بس خلي بالك من حاجة، الشمعة دي ما ظهرتش في نهاية الترند، او ما ظهرتش من بعد ما كان في مشتري، هي الشمعة دي بتقول نفسر معناها ايه، هو السعر الاتجاه اصلا كان هابط، حلو، الشمعة دي بتقول ان المشتري ظهر شوية لكن البياع سيطر. طب ما انا عارف ان البياع مسيطر اصلا، طب في ايه الاكشن اللي انا هاخده؟ هو اصلا البياع مسيطر من الاول، ممكن امشي مع الاتجاه بطريقة تانية او باسلوب تحليل تاني، بس هل ان الشمعة دي بتقول لي او بتؤكد لي الاتجاه الهابط؟ لا، هو هنا بس المشتري قدر يسيطر شوية من الوقت، لكن هو مش هيعكس الاتجاه، ما قدرش يتغلب على البياع اللي كان موجود اصلا، بالعكس ده هنا البياع اصلا موجود وظهر، مع ذلك البياع هنا فعلا السعر نزل، لكن ما اقدرش اقول لك ان السعر ده تدخل عليها، لا الصفقه دي غلط. عشان صفقه تظهر صح لازم تكون قبلها زي ما قلنا ان الاتجاه يكون صاعد، او ان الشمعه دي تظهر بس في اتجاه بعد اتجاه هابط، فتظهر بالشكل ده فتوقع ان السعر هيطلع. عشان كده بنقول دايما انها لازم تظهر بعد اتجاه للترند، ما ينفعش تظهر في نفس اتجاه، لو ظهرت في نفس الاتجاه هنا ملهاش، تفسيرها مش صحيح، سيكولوجيتها اختلفت. النقطة دي مهمة علشان محدش يشوف هي دي شكل الشمعة فانا على طول ادخل بيع، لا هي الشمعة دي سيكولوجيتها مش مظبوطة، الشمعة دي بتقول ان المشتري ظهر، فان البياع ظهر فالبياع ممكن يغلب، لا هو اصلا البياع كان موجود. يعني ممكن يحصل اي برايس اكشن تاني يغير كل وجهة النظر دي، فنكون ملتزمين بفكرة ان الشمعة دي بتكون موجودة فين بالظبط، مش موجودة وبس، مش عشان كده احنا دايما بنقول احنا مش بنحلل الرسم، احنا بنحلل سيكولوجية الرسم ده ايه، سيكولوجية الشمعة دي ايه. خلينا نبص على التريدر، لو نبص على الصفقات بشكل اكبر، تمام، طيب خلينا نفسر اكتر. طيب خلينا هنا كان بياع ظهر، ظهرت الشمعة قدر انه يقفل فوق كمل السعر لفوق، اوكي، هنا لا شمعة مش صحيحة، ليه؟ لأن هو أصلا الاتجاه ما كانش واضح، ومع ذلك إن برضه الشمعة اللي بعدها ما أكدتش، هنا بتقول إن البياع ظهر، إن الشمعة ديلها فوق، إن البياع ظهر وقدر إنه يعمل ديل طويل لتحت، لكن ده هيغير الاتجاه؟ لا، لأن الشمعة اللي بعدها ما غيرتش الكلام ده، هو السوق فعلا مكمل في اتجاه، هي ما كانتش موجودة بشكل صح. خلينا نشوف تاني. طيب هنا هنفسر اكتر ايه اللي حصل. هنا الاتجاه كان صاعد، شموع خضراء كبيره، حلو، ظهر هنا الشمع اللي احنا بنتكلم عليه عند العلامه دي، فالبياع قدر انه يقفل بالسعر بعد ما عمل ديل طويل، فهنا بقول ان لا البياع هنا ممكن ظاهر. طيب البياع لما ظهر هنا ابص على طول للشمعه اللي بعدها، الشمعة اللي بعدها بينت ان لا ده البياع موجود
واكد الدخول على الصفقه بيع. طيب بمجرد ما اكد الدخول هنا انا بدخل من هنا بيع على طول، وقف الخساره اعلى من الهاي ده، هو تقريبا 40 نقطه، والسعر نزل تقريبا 50 نقطه او 60 نقطه او اكتر كمان، لو صبرت شويه على الصفقه ممكن توصل ل 90 و100 نقطه. خلينا نشوف صفقه تاني ايه اللي حصل فيها. الصفقه اللي بعدها تقريبا نفس اللي احنا شرحناها من شويه، ان ظهرت من عند نقطه مقاومه، هي دي نقطه المقاومه، ظهر البياع هنا، فعلى طول السعر كمل النزول اللي بعدها. طيب انت ممكن يكون هنا هدفك هنا عند اقرب منطقه، منطقه دعم، او ممكن يكون هنا، ففي الحالتين انت هتكون جنيت ربح بشكل كبير. طيب تعال نشوف العلامات دي، هل دي شمعة تفسر الحركة ان البياع هيظهر؟ طب تعال شوف ايه اللي حصل قبلها. اللي حصل قبلها ان كان في شموع صعود، لكن ما كانش الاتجاه اصلا صاعد، كان الاتجاه هابط. يعني الحركة دي كلها كانت يدوب تصحيح للاتجاه الهابط. عشان كده دايما كنت بقول لك لازم تشوف الفريمات الاكبر، الاتجاه اصلا كان فين، انت هتعكس اتجاه مشتري فعلا ولا دي مجرد تصحيح صغير للاتجاه الكبير. فهي دي فعلا كانت نفس الفكره. الصوت شباب اللي سمعني يكتب واحد، تمام كده ظبط. طيب هو تقريبا في مشكلة كل فترة بتظهر في الصوت. طيب تمام، اوكي، عند حسن وعند عبد الوهاب، تمام. طيب هعيد سريعا اللي قلته، انا على طول لما حد بيكتب لي ان الصوت عنده مشكلة بوقف شرح، يعني ما حدش يقلق ان انا بكون بشرح حاجة ما اتشرحتش، لان هعيد سريعا اللي حصل. زي ما قلنا ان هنا تفسير الشموع، امتى ادخل وامتى لا، هنا ظهرت الشمعة لكن ما كانش في اتجاه واضح قبلها، حلو، فما اقدرش ابين او اقول ان لا ده انا هنا ادخل بيع لان البياع ظهر. لا، ليه؟ لان ما كانش في اتجاه قبل كده عشان تقول ان البياع موجود. لا، ده هو كان في تقريبا سايد واي، فانت ما تدخلش، حلو. طب الشمعة اللي بعدها تقريبا نفس الفكرة. طب تعال نشوف الشمعة دي اللي عليها علامة صح، دي فعلا شمعة صحيحة؟ قبل ما اقول او لا، طب تعال نفسرها. هو كان في اتجاه صاعد فعلا، قدر ياخد الاسعار من هنا لهنا، المشتري كان مسيطر على السعر، لكن في ديل طويل حصل والبياع ابتدى يظهر تاني. طيب تاني وقفل بشمعة ان سعر الاغلاق بتاعها اقل من سعر الفتح ولها ديل طويل. هنا بقول خلي بالك انا كده ان في البياع ظهر هنا، طب اتاكد على طول من الشمعة اللي بعدها، ده فعلا بيأكد فكرة ان البياع موجود وانه هياخد الاسعار لمستويات اقل، وده فعلا اللي حصل. انت لو دخلت بيع من هنا وحددت ان دي وقف الخسارة بتاعك وليكن 55 نقطة او 60 نقطة، السعر فعلا نزل كتير، حوالي 100 نقطة واكتر، فعلا عكس شوية بس رجع تاني كمل. بس احنا هنكتفي ان هو خلال الساعتين او الثلاث ساعات اللي بعد على طول ما ادالك الاشارة هو رجع 100 نقطة، فانت الصفقة كانت كسبانة لان دخولك كان صح. تعالى نقول هنا كل دي برضو صفقات غلط لان ما كانش في اتجاه واضح، هو كل الفكره ان هو اصلا في اتجاه هابط، فالبياع ده ما بياكدش حاجه. دي برضو دي الشمعه الثانيه او النموذج الثاني اللي اتكلمنا عليه. تعالى نشوف ايه اللي بعد كده. طيب خلينا نشوف النموذج الثالث، نموذج الشمعه الابتلاعيه او الشمعه المثقوبه. يعني ايه؟ برضو تعالى نفسر اللي حصل، ايه اللي بيحصل، عشان خلي بالك هنربط ما بين الشمعه دي او هم تقريبا بيظهروا شمعتين وما بين الشمعه اللي قبلها. طب ايه اللي حصل؟ زي ما قلنا ان احنا بنستخدم اطارات زمنيه مختلفه، فاحنا عايزين نربط ما بين الاطارات الزمنيه دي، اذا كانت ساعتين او ساعه او ثلاث ساعات اربع ساعات ثمانيه ديلي ويكلي. طب هنا ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل ان اتجاه هابط حصل للسعر، ولكن الشمعه اللي فتحت بعد الاتجاه الهابط ده البياع ظهر فيها لمستوى اقل من اقل سعر وصل له الشمعه اللي قبلها، لكن المشتري ظهر تاني
وقدر انه يقفل في نفس الشمعة دي بسعر اكبر من اعلى سعر وصل له الشمعة اللي قبلها. طب يعني ايه؟ ايه تفسير اللي حصل؟ طب تعالى لو هنربط ما بين اخر شمعتين بس، ما بين سعر فتح وما بين ادنى سعر وما بين اعلى سعر وما بين سعر اغلاق. شوف هنا سعر الفتح، ده سعر الفتح بتاع الشمعة ده في المنطقة دي، هنا انا بفسر لك اللي حصل، ده سعر الفتح. طيب سعر الاغلاق فين؟ سعر الاغلاق اهو عند اغلاق الشمعة التانية، فتقريبا هنا هرسم كده، ده سعر فتح، ده كده سعر اغلاق. طيب اعلى سعر وادنى سعر، ادنى سعر وصل له من خلال الشمعة التانية الديل الطويل ده، واعلى سعر كان فيه ديل صغير. طب تعالى كده نفسر اللي حصل، خلي بالك ان دي تقريبا نفس شمعة المطرقة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، ان الشمعة قدر ظهر فيها ان البياع كان مسيطر على السوق، لكن بعد كده المشتري قدر انه ياخد الاسعار لمستويات اعلى. ده تقريبا هو اللي حصل لو ربطت الشمعتين ببعض. هنا ممكن يظهروا لك بدل ما هتظهر شمعة لوحدها، لا هما هيظهروا بالشكل اللي ظاهر قدامك ده، ان هما شمعتين مختلفين، فانت لازم تربط ما بين اشكال الشموع دي وتفهم انها لو جت بالشكل ده ان ده هنا كان في مشتري والبياع ظهر وقدر انه ياخد السعر لمستويات اقل، فانا اتوقع ان السعر هينزل. وتربط برضو بنفس الشكل اللي حصل هنا، برضو مستويات اتجاه منخفض اتجاه هابط، ترند هابط من ثلاث شموع او اكتر او شمعة كبيرة، وبعد كده ظهر المشتري ياخد السعر المسافة اكبر، هربط ما بين الشمعتين زي ما ربطنا ما بينهم هنا، ان هنا سعر الفتح، سعر الفتح ده اللي هو من بداية الشمعة الحمراء دي، ان الحمراء دي يعني معناها ان سعر الفتح كان اعلى من سعر الاغلاق، فدي بياع كان ظاهر فيه، فانا هاخد سعر الفتح منها بس. طيب الشمعة اللي بعدها هاخد منها سعر الإغلاق، هنا سعر الفتح بتاع الحمرة دي هنا، وسعر الإغلاق بتاع الشمعة الخضراء كان هنا. طب الديل فين؟ الديل هو أدنى سعر وصل له تحت للشمعة دي، وفي ديل فوق برضو ظهر إن المشتري قدر ياخد السعر الفوق، فتقريبا كون نفس شكل الشمعة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، بغض النظر عن لونها احنا بنتكلم ان المشتري قدر يظهر بعد اتجاه هابط، ان كان في اتجاه هابط صريح لكن المشتري قدر يظهر انه يوري للبياع ان لا انا موجود وفي قوة. طب الدخول بيبقى امتى؟ امتى هشتري؟ في الشمعة اللي بتأكد الدخول بعد كده، عشان كده هنشرح ده برضو بأمثلة دلوقتي. خلينا نقول نفس الكلام هنا في العكس، لو اتجاه صاعد وهنا شمعة هابطة هنقدر نكون نفس الشكل بس بشكل مقلوب، او زي ما بيقولوا يعني شمعة المطرقة مقلوبة او عمار مقلوب. خلينا نقرا كده في الصوت برضو. تمام الصوت يا شباب، حد عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. طيب هي كانت مشكلة فردية، اوكي. هنرجع نكمل كلامنا، ان السعر هنا تعالى نرسم ايه اللي حصل، اللي حصل وتفسيره بالظبط ايه. هنا هناخد سعر الافتتاح، طب سعر الافتتاح كان فين؟ كان هنا. حلو. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ سعر الاغلاق كان فين؟ كان هنا، هما سعر الشمعة التانية. طيب احنا كده حطينا سعر فتح وسعر اغلاق، طب تعالى نشوف الديل. الديل اهو عند ادنى سعر. طب في ديل فوق؟ في ديل فوق اهو بسيط. حلو. تعالى نكون شكل الشمعة من خلال الشمعتين اللي حصلوا، هتدينا نفس الشمعة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، ان المشتري ظهر بعد بيع كبير، بيقول ان انا ممكن اعكس الاتجاه. طب تعال ناكد من الشمعه اللي بعدها اهي، الشمعه اللي بعدها بتقول ان المشتري قدر ياخد الاسعار لاعلى سعر، لاعلى من اعلى سعر الشمعتين اللي فاتوا، او الشمعه الابتلاعيه اعلى منه، فاحنا بندخل شراء من هنا. وفعلا السعر كمل اللي بعدها وكانت صفقة ناجحة. طب بمجرد دخولك لهنا أنا إمتى هيبقى وقف الخسارة بتاعي؟ وقف الخسارة بتاعك هيبقى أقل سعر، من أقل سعر ظهر هنا ظهر فيه المشتري. خلونا نفسر نفس الكلام هنا، هي نفس الفكرة حصلت، اتجاه كان صاعد، شمعة حصلت، في شمعة ابتلاعية بلعت كل الشمعة اللي قبلها. بلعتها يعني إيه؟ يعني كلتها، يعني خدتها كلها
من ضمنها كانت الشمعة دي. هل لازم يكون سعر الإغلاق أقل من أقل سعر تاني؟ لا مش لازم، بس يكون الأعلى سعر. لو في اتجاه هابط هنا، ده خلينا نقول المثال هنا رقم واحد، حلو؟ هنا اتجاه كان هابط، لا يبقى لازم يكون الشمعة الابتلاعية دي عملت لو أقل من الشمعة اللي قبلها، وكذلك العكس هنا، إنها لازم ده اتجاه كان صاعد، لازم تكون عملت قمة أعلى من القمة اللي هنا، عشان لما سيكولوجيا لما نيجي نفسر اللي حصل يتفسر صح، إن المشتري كان قوي هنا، المشتري كان قوي قدر ياخد السعر الفوق، لكن ما قدرش يكمل وابتدى البياع يظهر، ومع ذلك بشوف الشمعة اللي بعدها ابتلعت، هنا الشمعة التانية دي أكدت لي الدخول بيع وفعلا الأسعار نزلت. تعالى نفس الفكرة هنا في ثالث مثال، كان في مشتري الشمعة ابتلاعية عملت ديل طويل، قدر إن البياع ينزل بالأسعار عن الشمعة اللي قبلها، قدر إنه يظهر هنا كمان شمعة تأكيد وكمل السعر نزول بعدها. تعالى نشوف آخر مثال أو آخر نموذج معانا النهاردة، نشيلكوا ده كله، حلو. آخر نموذج معانا النهاردة اسمه نموذج الانسايد بار. الانسايد بار أو نموذج الشمعة الداخلية هي شمعة كبيرة تكونت بالكامل من قمة وقاع وديل، لكن جواها شمعة أصغر منها. يعني إيه؟ طب انهي شمعه بالظبط اللي انا هركز فيها؟ هي الشمعه الصغيره اسمها الانسايد، اللي جوه الشمعه الكبيره. دايما يقولوا ان دي الشمعه الام ودي الشمعه الاصغر او الابن. ليه؟ لان هي من الهاي للو للفتح للاغلاق هي بداخل الشمعه الكبيره. طيب سيكولوجيه الشمعه دي ايه او تفسير اللي بيحصل ايه؟ خلونا نفتح حاجه تانيه، ثواني. هنا كان في شمعة بياع، لكن الشمعة اللي ظهرت بعدها شمعة مشتري، لكن المشتري ما كانش قوي، والمشتري هو ما قدرش يتغلب على البياع اللي موجود، ما قدرش ياخد الأسعار لمستويات أعلى. طيب إمتى أنا أحدد هدخل شراء ولا هدخل بيع؟ خلينا نقول ده بالأمثلة أكتر عشان أقدر أشرح لك الموضوع بشكل أكتر يكون مفصل. هنا ايه اللي حصل؟ في حاجة تانية أحب أكدها على شمعة الإنسايد بار. إحنا دايماً في النماذج اللي فاتت كنا بنقول دايماً يعني لو موجود لازم تبقى موجودة في نهاية الترند، لازم أشوف أو في نهاية الاتجاه، لازم أشوف الاتجاه قبلها كان إيه. في شمعة الإنسايد بار لأ. شمعة الإنسايد بار في أي مكان ممكن تظهر. يا حبذا لو ظهرت طبعاً في نهاية ترند وعاكس للاتجاه أو مع دعم أو مع مقاومة، ده بيقوي الإشارة فعلاً. لكن الشمعة دي أنا أقدر أدخل عليها صفقات شراء وصفقات بيع حتى لو جاية في وسط الاتجاه عادي. طيب خلينا نفسر إيه الحركة اللي حصلت هنا. هنا شمعة الإنسايد بار ظهرت كلها جوه الشمعة الأم، الشمعة الكبيرة. طيب إيه اللي حصل في الأسعار؟ الشمعة دي أصغر من دي، كلها جوه، قدر إن السعر يقدر يتخطى القمة بتاعة الشمعة الأم. هنا معناها بيقول إن المشتري قوي، إن المشتري قدر يتغلب على البياع أو على الحيرة اللي كانت موجودة. أول ما بنلاقي حيرة ما بين المشتري والبياع، دايماً أنا براقب حركة السعر إيه. بمجرد ما بيكون دخل المشتري أقوى أو البياع أقوى، أنا على طول بخش معاه. خلي بالكم إن دي الشمعة دي ممكن هتظهر بأشكال مختلفة، تعكس السعر لفوق أو تعكسه لتحت. أنا كل اللي أنا براقبه براقب السعر الشمعة وراقب حركة الشمعة اللي بعد كده. هو بمجرد انا شفت الشمعه دي فدي شمعه حيره، في حيره ما بين المشتري والبياع محدش قادر يتغلب على التاني، فبشوف الشمعه اللي بعدها بتاكد المشتري او بتاكد ان المشتري اقوى من البياع او البياع اقوى من المشتري، بدخل معاه. في المثال ده هنا كان المشتري اقوى، هنا شمعه الانسايد بار ظهرت والمشتري اهو قدر انه يعدي السعر. بمجرد ما بيعديه انا بتاكد ان السعر ده طالع. وعلى فكره الشمعه دي برضه نسبة نجاحها أو النموذج ده نسبة نجاحه كبيرة. طب في العكس، هي انسايد بار بس السعر نزل. هنا فعلا كان الاتجاه هابط، هو مش شرط الاتجاه، هي ظهرت الشمعة هنا بداخل شمعة كبيرة. طيب
في حيرة ما بين البياع والمشتري، السعر قفل او قدر انه يكسر مستوى اقل سعر في الشمعة الكبيرة. هنا انت بتتوقع ان السعر هينزل لتحت. خلي بالك احنا كل ده بنتكلم عن البرايس اكشن، انا ما بستخدمش مؤشرات، ما بستخدمش اي طرق للتحليل اليوت او نماذج فنيه او فوليوم او مؤشرات فنيه او ار اس اي او ماجدي او كل المؤشرات دي. دايما انت لو اتبعت حركه السعر وقدرت تفسرها هتقدر تتوقع اللي هيحصل بعد كده افضل من اي مؤشرات. وممكن تستخدم البرايس اكشن مع الطريقه اللي انت بتستخدمها في شغلك، هتساعدك برضه، هتخليك تتوقع اكتر ايه اللي هيحصل. طيب هنا حصل ان شمعة الانسايد بار ظهرت والبياع دخل هنا ظهر بشكل كبير وفعلا الاسعار كملت للنزول. كذلك هنا نفس اللي حصل، شمعة الانسايد بار ظهرت لكن هنا البياع ظهر اكتر، قدر انه ياخد الاسعار لمستويات اقل وفعلا قدر ان السعر ينزل لمستويات اقل. خلينا نطبق الكلام ده على الميتا تريدر بشكل اكبر عشان نقدر نوضح ايه اللي بيحصل او مستويات الدخول فين ومستويات وقف الخسارة فين. خلينا مثلا ناخد دي مثلا، ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان شمعة الانسايد بار ظهرت هنا، حلو، هنا السعر في حيرة على طول، بمجرد ما السعر قدر انه يكسر اقل سعر في شمع الام او الشمعة الكبيرة فعلا السعر نزل بعدها. لو هنقول اقرب مقاومة او اقرب دعم هنا كان حوالي بعد 65 او 70 نقطة، حلو، في سبيل ان كان وقف الخسارة بتاعي بيبقى اعلى هاي هو كان تقريبا 20 نقطة. انا هنا بتكلم برضو على شرط 4 ساعات. تعال نشوف مع بعض لو في نماذج تانية ظهرت. هنا ظهر برضو انسايد بار، خلي بالك وانا هنا مش مركز مع الاتجاه، هو عكس تكمل المستويات اقل. تقريبا ده اخر نموذج هيكون كده معانا النهارده، يا رب تكون استفدتوا وقدرت اوضح لكم وابين لكم يعني ايه برايس اكشن، يعني ايه اقدر اتوقع حركه السعر القادمه، يعني ايه اقدر اتوقع ان الاتجاه اللي جاي ايه بناء على اللي فات. يعني انا دايما بحلل السابق عشان اقدر اتوقع اللي جاي. على الحضور ويا رب اكون ضيف خفيف عليكم وقدرت تستفيدوا. ميرسي جدا، شكرا، السلام عليكم.